وفي الذكرى 25 لانبعاث الاتحاد المغاربي، دعا قدماء الاتحاد إلى إعادة إحياء العلاقات بين بلدان المغرب العربي وتوطيدها من أجل نهوض بالقطاعات السياسية والاجتماعية وخاصة الاقتصادية لما في ذلك من مصالح مشتركة بين دول الاتحاد الخمس. دعوة جاءت خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية المجد للدراسات صباح اليوم بالعاصمة. ربع قرن مر على انبعاث الاتحاد المغاربي، هو اتحاد في الحقيقة جمع أسماء دولنا تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ولم يجمع السياسات المنتهجة من قبل قيادي هذه الدول الخمس منذ 25 عاما لعدة أسباب. الأسباب الهيكلية التي طرأت منذ 50 سنة و 45 سنة هي قضية الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب، هي الخلافات التي وقعت كذلك عند استقلال الجزائر. ورغم الجمود الذي ما زال يلازم المسيرة المغاربية، إلا أن قدماء الاتحاد المغاربي أبدوا تمسكهم في هذه الذكرى بإعادة بناء الاتحاد وتوطيد العلاقات بين الدول الخمس لتجاوز الأزمات. عندنا تاريخ مشترك، ثم عندنا مصير مشترك، تونس وحدها ما تنجمش تخرج، موريتانيا وحدها ما تنجمش تخرج، فلازمنا تعاون مشترك. ثم أزمات كبيرة، ثم قضايا شيك اللي هي قضية الصحراء، قضية الطاقة أيضا، خاطر ثم زوز دول منجل الطاقة وثلاثة دول مستهلكة وتستورد في الطاقة، فلازم نتناقشوا في القضايا ونمشيوا مسالش بسياسة المراحل. ولإعادة إنشاء الاتحاد المغاربي اقتصاديا، قدم أحد قدماء الاتحاد شادلي العيالي محافظ البنك المركزي، قدم مقترحات عملية تتمثل في توحيد التعاونية بين الدول الخمس على مستوى البنوك المركزية مع إمكانية بعث عملة مغاربية مشتركة. وأشار العيالي إلى أن الاقتصاد المغاربي يحتاج أساسا إلى تكنولوجيا المعلومات. علاش ما نعملوش حاجة تعاون في هذا؟ ديبور تكنولوجيك موجودين مغربا ميدان معين. أنا تكلمت على جامعة افتراضية تكون موجودة في أي عاصمة من عواصم الأربعة، يعني عندنا ميادين كثيرة جدا، مش بالضرورة نبدأ بخمسة جميع، ممكن يكون التعاون بين بلدين. إعادة بناء الاتحاد المغاربي اقتصاديا هدف تسعى لتحقيقه أطراف مغاربية وأوروبية، حيث ستنظم غدا بدعوة من صندوق النقد الدولي جلسة عمل في دولة المغرب الشقيقة تضم ممثلين اقتصاديين عن الدول الخمس بحضور كريستين لاغارد ممثلة صندوق النقد الدولي. إذن 25 سنة مرت على تأسيس اتحاد المغرب العربي، تذكير بتاريخ هذا التكتل الإقليمي وأهم مميزاته في الورقة التالية. المغرب العربي أو المغرب الكبير أو المنطقة المغربية يشكل الجناح الغربي للوطن العربي، ويتألف من خمسة أقطار هي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا. أنشئ هذا التكتل الإقليمي عند التوقيع على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في 17 من فيفري من سنة 89 و900 وألف. تبلغ مساحة دول المغرب العربي مجتمعة حوالي 5,782,140 كيلومترا مربعا، تشكل ما نسبته 42% من مساحة الوطن العربي. ويبلغ طول الشريط الساحلي للاتحاد المغربي حوالي 6,505 كيلومترات، أي 28% من سواحل الوطن العربي بأكمله. كما يبلغ عدد سكان اتحاد المغرب العربي حوالي 90 مليون نسمة حسب تقديرات سنة 2013 و2000. تلعب الظروف الطبيعية والبنية الجيولوجية دورا أساسيا في توزيع الأهمية الاقتصادية بين دول المنطقة، إذ تزداد أهمية الفلاحة والسياحة والفوسفات في المغرب وتونس، في حين تتركز في الجزائر وليبيا الثروات النفطية، ويعتبر الحديد أهم الموارد الطبيعية في موريتانيا. يملك الاتحاد المغربي أجهزة ومؤسسات خاصة به ذات استقلالية، ويهدف إلى فتح الحدود بين الدول الخمسة لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد والسلع والتنسيق الأمني ونهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين والعمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.